بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي متتبعين قناتي، الموضوع ديال اليوم اللي بغيت نشارك معكم هي هاد المنطقة الشمالية، قرية أزلة، كتوجد ما بين تطوان ووادلو. صراحة هاد المنطقة كتميز بالهواء ديالها العذب، جبلي غابوي وبحري. هاد المنطقة هادي ناسها مضيافين، وأرضها كما كنقولو حنا صحية، تتستحق الزيارة. ولكن الصعب هو وعورة الطريق. الله يهدي الناس المسؤولين اللي كيهتموا بهاد المنطقة الشمالية، يديروا واحد الالتفاتة باش يصلحوا هاديك الطريق، راها ما شاء الله دائما الأشغال دائما الأشغال. ولكن هادشي ما كيمنعش باش تتبقى منطقة مميزة تستحق الزيارة. صراحة المغرب ديالنا جميل جدا. نخليكم مع باقي الشريط تمتعوا بالطقطقة الجبلية. والسلام. اليوم يا غشا قال لي عبد المافيا، اليوم يا